الرز بلبن السريع وليه سميناه السهل السريع؟ اكيد في حاجه في الموضوع. تعالوا نقول المقادير بتاعتنا وبعدين نعرف. لتر لبن حطاه على النار بيسخن بس، كوبايه ميه، نص كوبايه رز، نص كوبايه سكر، معلقه قشطه او وش اللبن او حتى القشطه بتاعت الشركات العاديه، مفيش اي مشكله خالص. كل الموضوع بس ان انا عايزه اللبن يبقى قوي ويبقى غني. هيبقى غني ازاي؟ عن طريق القشطه او وش اللبن اللي هحطه جوه اللبن وشويه فانيليا. هنطلع منه بقى كل الوصفات الحلوه دي، واهمهم النهارده القنبله اللي هي عباره مقاديرها بسيطه سهله جدا، هي عباره عن الاصل بتاعها الرز بلبن اللي هنعمله مع بعض. بعد كده هنضيف شويه فاكهه، اي فاكهه، المانجا طلعت دلوقتي قطعي مانجا واعملي منها شويه عصير وضيفيهم عليها، قطعه بسبوسه محطوطه تحت زي ما هوريكم دلوقتي طبقات بتاعتها دي كلها ازاي، اي فاكهه مشكله، انا حاطه موز، حاطه مانجا، حاطه تفاح، ممكن تكتفي بنوع فاكهه واحد ومعلقه قشطه على الوش. لتر لبن على النار بحوالي بمقام 4 كوبايات او 4 مجات من مج الشاي العادي. في الحله اهو ابتدى يسخن، هروح نازله بقى بايه؟ انا عندي في المقادير نص كوبايه رز، هنزلها كده في اللبن من غير غسيل. رز الشركات قلت لكم قبل كده كذا مره ما بيتغسلش. كوبايه ميه، بسم الله، اهي. ايه ده بس كده؟ اه والله بس كده. كوبايه الميه دي هي اللي هتسوي لي الرز جوه اللبن ويستوي كانك سلقاه لوحده. اسرع رز بلبن في التاريخ. يبقى اللبن على الرز على الميه مع بعض، ولا الرز اتغسل ولا اتنقع ولا اي حاجه خالص. وافضل اقلب فيه كده لغايه ما يبتدي يدخل في السوى. الرز ما غسلناهوش فهو محتفظ بالنشا الطبيعي بتاعه، هينزل النشا في الخليط بتاعنا ده وتلاقي الرز بلبن خد قوام كريمي كده زي الجاهز بتاع المحلات طبيعي من غير اضافه نشا خالص. دلوقتي انا ما حطيتش السكر. السكر مشكلته الوحيده لو حطيتيه من الاول هيخلي الرز بلبن يلزق في قعر الحله ويشيط معاكي كده، دي مشكله السكر. فعشان كده بنسيبه لغايه ما الاقي الرز مع اللبن مع الميه بيبتدي يغلي ودخل في السوى، انزل بعد كده بالسكر وانزل بالفانيليا. اتفقنا؟ يعني انا كل ده دلوقتي مستنيه وابتدى يغلي اهو، هي اهو طبعا ده كده عايز يتغرف، شايفين؟ وكده ومفيش نشا. وبصوا الرز عمل ازاي، ما شاء الله عليه، اهو الرز استوى جدا. ده استوى اللي هو لدرجه ايه؟ نفشت جوه اللبن، شايفين؟ اهو نقلب نقلب لغايه ما الرز دخل في السوى وابتدى ياخد القوام الكريمي بتاعه. نزلنا بنص كوبايه سكر، بتبقى معيار مظبوط جدا جدا، تحليه مظبوطه جدا جدا للمقادير بتاعتنا. ونزلنا بالفانيليا، وطينا النار للنص ونفضل نقلب فيها كده كل شويه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو، لغايه لما تستوي معايا. الاقي الرز استوى، الاقي قوامه كريمي خالص، تقل زي ما وريتكم، زي القوام العسل ده. ده بقى زي قوام المحلات، هو كده كمان لسه دافي يعني لسه ما بردش كويس. ده لما يبرد كويس هياخد قوام اتقل واتقل. شايفين القوام عامل ازاي ولونه ابيض ناصع؟ واحلى حاجه بقى كوبايه الميه اللي بنحطها دي ما بتخليش اللبن يخس، حدث ولا حرج بقى يا استاذ احمد، يعني قلوبهم ضعيفه ما يبصوش احنا هنعمل ايه دلوقتي. يلا بينا. بصوا اه مين اللي قلبه ضعيف؟ مخرجنا. بصوا كده حاجه بسيطه خالص، شايفين ازاي؟ وانا كده هسيبها في حالها، انتوا تعرفوا عني كده ابدا. احنا نجيب صوص شوكولاته حلو ونروح كمان حاطين كده صوص الشوكولاته، اعتقد كده البوله الجميله دي لمي كده. يلا يا ست مي، وزودت لك الشوكولاته كمان اهو، ايتها خدمه. دي اول طريقه معانا لتقديم الرز بلبن لعشاء الشوكولاته، الرز بلبن بالشوكولاته. طيب لو انا عايزه اقدمه بالبسبوسه والقشطه، حته بسبوسه بقى بايت عندك من طبق حلويات ولا حاجه، هتروح حطها كده اهو، والتانيه جنبها كده اهو بالراحه كده. وبعدين نجيب القشطه، احنا كل ده لسه ما دخلناش في القنبله. القنبله دي بقى وضع خاص، يعني حكايه تانيه خالص.
وهناخد حته قشطه كده كبيره قوي، شكلها دمار شامل، ونحطها كده عليها. ماشي، حلو كده. دلوقتي شغالين في القنبله اللي هي بمعنى كلمه قنبله. حطينا الرز بلبن الاول، وبعدين حطيت بسبوسه، وممكن بيتحط قطعه بسبوسه وقطعه كنافه، يعني يا ده ماشي معانا وده ماشي معانا. بعد، خدوا بالكم بس من الترتيب، بعد البسبوسه بحط فين الموس؟ فين اهو، هنحط شويه موس كده، اللي هي بقى ايه، بنشتغل في الفاكهه بقى. طبعا بيحطوا فيها حاجات كتير قوي، بس عارفين انا حطيت لكم اللي هو ايه، يعني كفايه كده، يعني اللي هو كده حلو قوي، علشان كمان نحس بالاطعمه. لكن بره بحس ان نحط ده على ده، يعني حطوا مانجا على فراوله، لا انا ممكن احط نوع واحد بس من العصير، مش لازم احط نوعين من العصير، هشرب ايه او احس بطعم ايه. فكده بنحط شويه موز كده، وبعدين نحط قطع مانجا. بصوا المنظر، دمار شامل النهارده، دمار شامل. وبعدين بقى تحطي اي عصير تحبيه، فانا فضلت النهارده ان احنا نعملها زي بتاعه المحلات بالظبط، نحط عصير مانجا. بص، استني بقى يا منى، استني اللحظات الحاسمه دي، القلب بينهار. القلب بينهار ينهار. بصوا اهو عصير مانجا كده، تنسوش الرز بلبن اللي تحت ينزل. يلا بصوا ده بقى ايه، يعني خلاص كده، شكرا كده، حلو قوي. بصوا اهو، اي فاكهه موجوده عندك خدي نصها قطعيها مكعبات، والنص التاني اضربيه في الخلاط عصير، واعملي الرز بلبن، واعملي احلى قنبله بتتباع بره بمبلغ، ولازم نروح لها اماكن معينه بعيده.